كرة تدرس في المدارس العالمية هنا في ملعب البايرن، هنا في الأليانز أرينا، في الملعب التحفة المعمارية. هدف بصناعة هذا المهندس وببناء من هذا الرجل. يا سلام على الكرة الماضية، وبرشلونة يعطي دروسا أخرى في كرة القدم. وفي اللقطة الماضية يسجل أول الأهداف ويصنع التقدم هنا في شباك الحارس مورييل. هدف لمصلحة برشلونة يأتي عن طريق اللاعب الصغير تياغو الكاترا، الرجل الذي يسجل.